أخبار المهرية باختصار. الشرطة تعلن تفكيك عبوة ناسفة زرعت في طريق المسافرين عبر الصحراء بين محافظتي الجوف ومأرب. العبوة مصنوعة محلية وتم تزويدها بكاميرا حساسة وتنفجر بمجرد مرور أي جسم من أمامها. تعميم حوثي بمنع صالات الأفراح والمناسبات بصنعاء من إقامة أي احتفالات أو فعالية إلا بتصريح مسبق. التعميم يلزم القائمين على الحفلات والفعاليات بعدم إحضار أي فرق فنية أو مذيعين إلا بتصريح رسمي. مرصد حقوقي يعلن توثيق 89 حالة انتهاك للحريات الإعلامية في اليمن خلال العام الماضي. التقرير قال إن الحكومة والأطراف الموجودة في مناطقها تصدرت قائمة مرتكبي الانتهاكات تلاها الحوثيون. مسؤولو نادي النصر السعودي يسعون لضم قائمة من نجوم كرة القدم بعد انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو. صحيفة ماركا أشارت إلى وضع النادي سيرجيو راموس والكولومبي ديفيد أسبينا هدفا ضمن الخطط المستقبلية. فيلم أفاتار يحصد إيرادات قاربت 82 مليون دولار ليرتفع إجمالي عائداته إلى مليار دولار في وقت قياسي. مخرج الفيلم جيمس كاميرون أشار إلى أن الفيلم يحتاج إلى ضعف هذا المبلغ ليرد تكاليف إنتاجه ويبدأ مرحلة تحقيق الأرباح. إلى اللقاء باختصار آخر.